سلام أهلا بتونس، قاعدة تتفرج ما؟ والله شيخة بالمسلسلات والسيتكومات والدراما والكوميديا، أضرب البريك والدواجن والدقلة وشيخ والبنان. خذيت بنان؟ انزل على البنان يا بنتي، رام سعروه. بعد يقولوا الحكومة ما عملتش إنجازات، تكمل تشق فترك من هنا، تركز كعبتين بنان في يدك، ترشق عينيك في التلفزة وتبدأ تتفرج وتقرمش. ولا هي تمضغ، تفرج وامضغ. هكا نحبك تعدي رمضان. وكانك ناقصة مسلسلات إجابة حذية، أنا حذرت لك مسلسل أنا زاد يحكي عليك، لما حالة مزلت ما لقيتلوش اسم، أما تنلقاهم بعد مش مشكل. المهم الحبكة والسيناريو والأحداث. إعادة بريفيسلي في المسلسل هذايا، وصلنا لمرحلة حرجة في التاريخ متاعك، أزمة كبيرة في المالية العمومية، وشبح إفلاس يطل بظله من بعيد. مش بعيد برشا داير، عندك عام من اللي تجاوزت آخر أجل باش تاخو موافقة صندوق النقد على قرض أنت معاملة عليه باش تسلكها، والحال حابس والمدينية تماركي. في حلقة الجمعة هذه بدأت الأحداث تتسارع بنسق يخطف الأبصار. بداها الاتحاد الأوروبي قال لهم الوضع في تونس خطير للغاية، والبلاد مهددة بالانهيار كان ما تصححش مع صندوق النقد في أسرع وقت، وباش ترسينا نحن نعانيه في المهاجرين غير النظاميين الهادين علينا بالملايين. احنا ما زلنا نتكسلوا ونحذروا في الرد المزلزل متاع السيادة الوطنية والشؤون الداخلية، وانتي راك تتدخل فيا متاع عشنية وتعمل لك تخلط أمريكا. تقول في نفس الكلام هي زاد، جست نحات منه المهاجرين غير النظاميين وزادته الديمقراطية والحريات. وانتي تونس انتي ما سكت لهمش، قلت لهم هذه أمورنا وما تحقرونيش صاحبي، ما تحقروش قدرتنا على الصمود، وتربعت على عرش السيادة كيف الصقر. لكن الجماعة ما وقفوش غادي، طحوا يبعثولك في المراسيل، اخرتهم المساعدة متاع وزير الخارجية الامريكي، وباش يخلطوا عليها مسؤولين في الاتحاد الاوروبي. مش حابين يسيبوك، وانتي من شيرتك وليت عاطيتها البود. كلمة لا، المراجات ودارت وقابلت وزير الخارجية متاعنا وعملت حوار صحفي وروحت، ولا هي قريب تروح. والدولة التونسية كلمة لا، حتى بيان ما هبطتوش. ما الذي يحدث يا تونس؟ يخي شنية الحكاية تثبتنا فيها المرأة؟ شنية حكايتها؟ تطلعش مهاجرة غير نظامية هي زاد؟ مو كان هكا رحلوها ولا بعثوها المركز الإيواء متاع الوردية شوفوا لها حل حاصيل. وحكاية الانهيار والخطر بربي شعملنا فيها؟ لما حالة الشعب مع البلوش لهي بالمسلسلات الأخرين والبنان والدواجن. أما أنا نوعدك باش نقعد نتبع كين مسلسلك أنت تونس، لازمني جوست نلقالو اسم. لما حالة خممت باش نسميه حسابات وعقابات، أما لقيته تعمل من قبل.